رادار أول حاجة شدها كانت في الكريب. كريب. ركزوا معايا مليح مليح. سفيرة تحب الجهة مشوي بالليلي صاحبه الطبال في قلب الأثار. والشكوى ما كانتش للأمنيين اللي كانوا حاضرين على عين المكان، أما كانت لواحد مسؤول من كبارات الجهة كما يقولوا. إيش كان المعتمد الأول؟ أنا توا مسكر عليا الباب، مسيبين عليا ثلاثة عساسة فيهم واحد مؤقت حاطينه ما نعرفش من جايبينه، عاملين لنا باندية، فما واحد سيدي معناها شاد الباب هو اللي يعمل في الأمن، وناس طيب في المشوي لوطا ووحدات معناها في وسط الأثار ما نعرفش أنا شنو قاعد صاير بالضبط، وأنا توا معناها فما الخيان من الأمنيين احتراما ليهم هما، وأنا زاد راني بناس يبوما ليا، هو رئيس مجلس بلدي وقت اللي تام بالطريقة هذه، توا نسكروا نعطوه الفاتحة، أنا توا الناس معايا والأمنيين موجودين، صب لي أنا حبيت نحكي مع السفيرة، السيد ما يعجبوش ما نعرفش تحدث، السيد هذا يحب هو وحده يمكنك واحد ثم معي صبيات تخدم لنا أثار في الليل ثمانية متاع الليلة تصاور متاع المشوي ومتاع الخبز ومتاع الزكرة والطبلة هذا هي الاستثمار في البلاد شو سيد محتلول بالنسبة لينا تعرف لي أنا من حارس تعرف لي أنا من سيد مسؤول يسموه جمال الناس هذه يسب فيها بالفرنسوية السبات كلهم مدونين وناس تسمع راني لو ما ثماش ناس ويتي الليلة لو ما يروحش وأنا نحب نتوقف أنا وياه خويا أملاني نحب نتوقف أنا وياه الله رئيس البلدية يحكي للمعتمد الأول هذا سي رئيس بحضور البلدية كانوا الأمنيين كما كانوا وين البلاصة كلها في الليل في الكريب في الليل كريب. في الأثار في الأثار هو منطقة في أثرية تدخل في النهار المنطقة أثرية فيها شبهة فمن بيك تدخل بالليل ومعك مشوي وطبيل ما هي هذه ليل ليل في الفيديو ومشوي مشوي حوت ولا مشوي ما بليش في الفيديو مشوي غام في الكريب علوش به بقى زينة معاش عندك تفاصيل أخرى ولا؟ يظهر السفيرة نتاع بولونيا قال لي نزار تبعنا الموضوع من الصباح نزار هو يسقسي عليها نزار ها؟ هل عنده علاقة بالأثار بولونيا هل عنده علاقة بالمعهد الوطني لل للتراث أكيد عنده علاقة لا نحكي على الحضور إشكاليات الحضور اللي تمت والخصومة اللي وقعت بين رئيس البلدية وبين المجموعة اللي داخل قيم في كل حالات هذا احنا في انتظار تفاعل من المعهد الوطني للأثار الباحثين والمحافظين اللي كانوا موجودين وعمال موجودين في المنطقة وخلاف مع رئيس البلدية كانوا موجودين هما غادي أي. في الحفلة هذه أي. وهذا اللي بلغني أنا من البارح أنه موضوع أنه فيه سوء كما نقولوا فيها احنا محاولة من رئيس البلدية أنه يخرج الخصومة مع المعهد الوطني في إطار شخصي اللي تم هذا هي معليش بلي سكرين عليه الباب زي مختار أي لا الحقيقة هي هو لا يليق شوف لا يليق المسؤول في كل حالة رسمي رئيس بلدية ومعتمد وأمن كما قاعدين نشوفه هيصير بيناتهم هك ومجموعة داخلي مروحوا معناها الحكاية لا تليق ما هي الرسالة اللي توصل للناس أنه اللي عنده قاعدة وقطعية يمشي للأثار بالدريجة يمشي للدقة يمشي هذا قاعدة رسمية جوستما مع سفيرة وناس تمروح وأمن البرة يحرس شو ما مفروض الجهة المشرفة هي الآن اللي تجاوب الجهة المشرفة اللي هي المعهد نتاع المعهد الوطني تعمل كين عامة الجهة المشرفة خاطر فما قول لي انت نشاطي يتعمل في الليل معناها سامحني ما شنو باش يقول اذا باش عملنا كيما ك شنو هذا باش يقول مختار معناها سامحني فما نشاط يتعمل في اثار في ليل وبالمشوي فما بالمشوي في الليل يعملوا في السياحة الثقافية الطبيب باش يغطي على صوت ما بعد العشرة متاع الليل لكن القائل ان القائل ان يقول الامن شبيه ما تدخلش الامن ما مش خدمته أمن واقف لا مش خدمته أمن واقف يحمي في السفيرة لا معناه إذا ناس غرباء على المكان لا مش غرباء لا ما همش غرباء هذاك علاش كما قلت أنت نجم يكونوا مش غرباء ولكن أنه رئيس بلدية مونع من أنه يلتحق بالجماعة جوستما وقالها مش نوع الحكي أنت يحبوا يأكلك واحدهم وقالها يحب يمكنك واحدهم والأهم سبوه بالفرنسي ما تمكنكوش وسبوه بالفرنسي لا ما يجيش توا السبب العربي تتعدى أما السبب السوري بصراحة توجع ما حقوش يتراجع أنا مع أنه ندعمه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون في رده على الطعون يقول طبعا أنه الطعون هذا مرهون بقرارات المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية اللي باش تنظر اليوم في الطعن الثاني للطعون كان نبيل بافون تحدث لسكاي نيوز قرروا الطعون اللي تقدموا بها اللي خسروا اللي باش يطعنوا حتى في الرابحين هذا حسب ما هما عندهم من ما تخولوا القانون كهيئة للانتخابات ما نجموش يستعملوا لأنه ما عندهمش الأدلة الكافية بالتالي الطعون رهين قرارات المحكمة الإدارية
طبعا هذا يبقى رهين يعني موقف المحكمة الإدارية وقرارات المحكمة الإدارية. طعون فيها من ينادي بإلغاء كل النتائج، ثم هناك طعن آخر المترشح الذي يقول فيه وأنه كانت هناك عدة خروقات في الحملة، وكانت هناك حملة مضادة ضد شخصه من خلال قناتين تلفزيتين، وهناك تجاوز لسقف الإنفاق الانتخابي. هناك شق آخر من الطعون يتعلق بإسقاط نتائج الفائزين الآخرين. هذه كلها ستكون من أنظار المحكمة الإدارية التي ستبد فيها. بانتظار هذه الأحكام سيد نبيل، البعض يوجه اللوم للهيئة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعمل وفق ما ينص عليه القانون، والقانون فوض لنا صلاحية إسقاط أصوات المترشحين المتحصل عليها، يعني هذه الأصوات إن ثبت لدينا وجود خروقات كانت حاسمة وجوهرية في تغيير إرادة الناخب، إلا أن هذا لم يثبت. وبافون متخوف من لا سويت دي زيفينمون كما يقولوا يا مختار، متخوف من القادم ومن الطعون القادمه اللي يخاف هو لا تسقط العمليه كلها. اي هو في تصريح نتاعو كان يتحدث على تهديد جدي للعمليه الانتخابيه برمتها، انها باش تكون مستهدفه بطعون، خاصه فريق دفاع المرشح نبيل القروي. الطعون يعني جدية لأنه ما ثماش تكافؤ فرص وتكافؤ حظوظ بين الزوز مترشحين. الحقيقة اللي قالها بافور هذا اللي يدور تو في البلاد الآن، ورغم أنه بعض الأعضاء هونوا شوية من التصريح، قال لك لا يحكي على حرج أخلاقي، لا هو حرج أيضا قانوني شو أخلاقي، لأنه أخلاقي. إذا أنت زوز مترشحين واحد في السجن واحد البرة، هي غدوة هو كي يطعن في العملية الانتخابية كلها كيفاش باش تقول لعدم تكافؤ الفرص، باش يقول له وجودك انت في السجن لم يؤثر في النتائج معطى ولا ما عادش تحليل هذا. ما فماش تكافؤ فرص، هو معطى مش تحليل، هو يعني انه ما فماش تكافؤ فرص. هو شوف يا بلومي، هذه سميناها وحلة المنجل في القلة. الحقيقة حتى كان يتسيب نبيل القروي نبيل القروي نهار الاربعاء، فريق الدفاع نتاعو على ما بلغني هما باش يتعداو الى الطعن في النتائج. حتى كانت سيء، قلت لك وهذه مشكله حقيقيه، امتحان حقيقي للقضاء الاداري اللي باش يعالج هالطعون هذه، واحد في الحبس واحد البرة. هذا المنطق ايش يقول؟ ما نحكيش على المنظمات الدوليه اللي بدات تصرح تو، بدات تصرح على اساس انه غياب الشفافيه وغياب تكافؤ الفرص بين زوج مترشحين. أنا رأي أنه عندي حل صغير. في عوض إنسان ونبيل، لماذا لا يلتحق قيس سعيد بنبيل القروي في سجن مرنقية؟ تتكافئ الفرص. تتكافئ الفرص على عين المكان. هي بلاد غريب. ما الذي يمنع؟ ها؟ بالتالي يسكتوا الزوز. الزوز مش ليه يتكلموا غادي يتكلموا مع بعضهم يسكتوا مع بعض. وتتكافئ الفرص ما دام القضاء حار فيها. ولا. ها؟ مقترح. نجم يكون مبادرة يتفق مبادرة. على خلفية اللي تحكيوا فيه هذا الكل والناس اللي مش عارفة شنو باش تعمل، في آخر جولة للرادار اليوم الرادار شاد مواطن سألوه على واقفه من الانتخابات وكيف يمشي ينتخب. أنا ما يهمونيش للسياسيين ولا التونسيين، يا راني جاي من بلجيك، من بلجيك هنا نعيش قاوري هني فوسطهم، وكان يعملوا مزية خرجونا البرة ينفونا ما البر، هذا خلت وجلت على روسي. سألوه قالوا له عندك رأي شكون باش تمشي تنتخب، أمورك واضحة سي بون في الرئاسية الدور الثاني مريق روحك فتشريعية عارف شكون تنتخب، جاوبهم كيما كنتوا تسمعوا كاو أحسن من جاوب. هل لديك أخويا الأخرى أيها المختار؟ يا أخويا يزيني البنك.